وأبدأ من بروكسل والدكتور حسين، كيف تنظر لهذه القمة الأوروبية على الأراضي الأوكرانية؟ هل هو دعم حقيقي لأوكرانيا أم مجرد تحرك رمزي يرفع المعنويات؟ لا، هو تحرك رمزي، ولكن هذه القمة هي القمة الأولى بعد قمة البلقان خارج الجغرافية الأوروبية. هذه أهمية هذه القمة. من المفترض أن تعقد القمة الأوروبية هنا في بروكسل، ويعني اعتدنا على أن تعقد في هذه البناية التي خلفه هي المفوضية الأوروبية وكذلك المجلس الأوروبي. الآن يبدو بأن هناك عزم جديد لدى الاتحاد الأوروبي، لدى القادة الأوروبيين، بأنهم يتحدثوا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه يجب أن تكون هناك مخارج دبلوماسية لهذه الأزمة التي أضرت حقيقة جيوسياسيا واقتصاديا ودفاعيا أيضا وإنفاقيا في المؤسسة الأوروبية وفي أوروبا ككل. حالة التضخم وصلت إلى يعني إلى معادلات غير مسبوقة، ويبدو بأن هناك عزم أوروبي على أن يتحدثوا صراحة وجها لوجه، ولا يعطي أيضا يعني رؤية أوروبية بأن هناك سيكون تخلي عن الأوروبيين عن أوكرانيا. في نهاية المطاف سيوقفون وسيدعمون من الناحية الاقتصادية. هناك 54 مليار دولار وضعتها يعني المؤسسة الأوروبية في صندوق أوكرانيا، ولكن مع ذلك أعتقد بأنهم سيدعمون وسيحافظون على أوكرانيا موحدة، مع ذلك أن يجدوا مخرجا دبلوماسيا حقيقيا وأن يقنعوا زيلينسكي في نهاية المطاف للحديث مباشرة، حتى لا يكون هناك حقيقة وسيط، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الحديث مع الروس، وهذا يقوض القنوات الدبلوماسية الأوروبية. هذه هي القمة الأوروبية، وهذه الملفات المطروحة بشكل رئيسي ربما التي لم يعلن عنها.